متجاوزين. العمل ندار، العمل خاصة بتحضير تحضير شهر رمضان المبارك، تم حصر كل المعوزين، لكن ظهر لنا شريحة أخرى اللي ممكن جدا ما كانش مع المعوزين، خاصة العمال اليوميين اللي فقدوا الأعمال نتاعهم إلى آخره. هذه رانا نديروا في الإحصاء نتاعهم إن شاء الله، والعملية إذا كانت هناك عمليات لتوزيع بعض يعني المواد الغذائية ستكون إن شاء الله. كانت عملية تمت البارح في بلدية رئيس حميدو ومست حي بوجمعة أبو شعير، وإن شاء الله راح تكون عملية أخرى. طبعا الجمعيات حنا نخدم مع الجمعيات، رانا الجمعيات الخيرية، والنداء إلى المحسنين باش يقدموا يعني الهبات نتاعهم والتبرعات كما تم يعني الاعلان عنه على مستوى يعني اجهزه الاعلام في الحسابات المعروفه. العفو.